Alexa, what do you know about nano mist sprayer? I don't know that one. تخيل عزيزي المشاهد انه حتى أليكسا ما تسمعش عن النانو مست سبراير، علشان كده احنا قلنا نجيبها ونتكلم معاكم عليها النهارده في خمس نقط. اول حاجه هنعمل انبوكسنج ونفتح ونشوف الصندوق هيطلع فيه ايه. الحاجه الثانيه هنتكلم عن اجزاء ووظائف الجهاز ده. الحاجه الثالثه هنتكلم على الجزء العلوي وهو الكونتينر ده، ممكن نحط فيه ايه، هو ميه بس ولا ممكن نحط فيه حاجه ثانيه زياده. الحاجه الرابعه فهنتعرف على استخدامات الجهاز ده وهل ينفع لكل انواع البشره ولا هو معمول للبشرة الجافة فقط. حاجة الخامسة والأخيرة هنعمل مقارنة بين الاثنين دول، اللي واحد فيهم عامل زي التلفزيون والتاني فيهم بحجم الموبايل أو أصغر من الموبايل. لو عاوزين نتكلم عن المويست تيست لازم السلايد ده يبقى لفوق علشان خاطر نبقى جافلين على التانك ونبدأ نتعامل مع السكين مويست تيست. هو كده مكفول على السبراير ومفتوح على السكين مويست تيست. أول حاجة ممكن تدوس على الزرار ده فهيبدأ الجهاز يشتغل وينور. هو كده نور، ده مصفار اهو. وهنا الحساسات، الحساسات دي هحطها على اي منطقه في البشره والجهاز ده هيجرى كميه الرطوبه اللي في البشره. اقل من 30 يبقى البشره دي ديهايدريتد ومحتاجه ترطيب. اكتر من 30 لحد 60 تبقى البشره دي رطبه وتمام وزي الفل. اكتر من 60 وده نادرا ما بيكون موجود بتبقى البشره معناها اوفر هايدريتد او فيها ميه اكتر من اللازم. كده الجهاز شغال ونقدر نجربه. وهنبدا مثلا مع منطقه الفور هيد ونحط الجهاز عليها كده. الجهاز طلع قراءة 59 وده معناه ان البشرة رطبة ومش محتاجة ترطيب. كده ممكن نجرب الجهاز على منطقة تانية زي الشيكس او الخدود ونشوف هيطلع ايه. طلع 52 وده برضو من 30 ل 60 ومعناه ان البشرة رطبة ومش محتاجة اي ترطيب. ممكن ايضا نجرب الجهاز على اي منطقة في الجسم زي الايد مثلا ونشوف الجهاز هيقرأ كام. صفارة قرأ 55 معناه ان البشره رطبه ومش محتاجه اي ترطيب تاني. اول حاجه طبعا لو هتيجي تعمل انبوكسنج هتلاقي الصندوق فاضي مش فيه حاجه لان احنا طلعنا اصلا النانو ميست سبراير فالكرتونه هتيجي فاضيه بالمنظر ده. اما الحاجه الثانيه عايزين مشاهد وهي اجزاء ووظائف الجهاز ده فهو بيشتغل وظيفتين. اول حاجه عباره عن نانو ميست سبراير يعني بيطلع بخار زي الجهاز ده ولكن في حجم النانو، والنانو عزيزي المشاهد هو واحد من المليون من الملي. يعني تخيل انت هتحط هنا 35 ملي في الكونتينر ده هيطلع لك 35 مليون نانو. اما النص التحتاني واللي انا ماسكه في ايدي ده فهو عباره عن سكين مويست تيستر، يعني بيختبر كميه الماء او الرطوبه اللي في البشره. الاجزاء طبعا عباره عن تانك هنا ممكن تملاه ب 35 ملي. في جوه التانك ده في لمبه اللي هي عباره عن انديكيتور بتلون بكذا لون، لون ازرق وهي شغاله والبخاخ شغال، لون احمر وهي بتشحن، لون اخضر لما البطاريه بتتملي. هنا في سلايدر، السلايدر ده بيطلع لفوق يعني كده انت ممكن تشغل النص التحتاني اللي هو السكين تيستر. اما لو نزل لتحت فعلى طول هيشتغل النص الفوقاني اللي هو السبراير زي كده. اما الجزء التحتاني ده فهو عباره عن شاشه LCD بتظهر عليها ارقام بتعبر عن مدى رطوبه البشره. الجزء التحتاني ده عزيزي المشاهد فيه مكانين، مكان تقدر تشحن منه البطاريه بتاعه الجهاز ومكان تاني للشحن العكسي تقدر تشحن منه الموبايل بتاعك. الحاجه الثالثه عزيزي المشاهد وهي الكونتينر ده، الكونتينر ده سعته 35 ملي ممكن تملاهم ميه او ممكن تستخدم فيهم اي حاجه نفسك فيها سواء كان سيرم، علاج، مرطب، لبن اللي نفسك فيه، لكن هيبقى بنسبه 10% او 1 الى 9 يعني 10% او 1 عباره عن السيرم او اللبن وال 90% او التسع اجزاء الباقيين هيبقوا ميه. يعني ال 35 ملي دول هتحط منهم تقريبا 3 ملي سيرم او لبن او اي حاجه نفسك فيها وبجيب سعه الكونتينر هتبقى عباره عن ميه. اما بالنسبه لاستخدامات الجهاز ده وينفع لاي بشره وما ينفعش لاي بشره فعزيزي المشاهد الجهاز ده ينفع لاي بشره ودلوقتي هقول لك هو بيعمل ايه في كل نوع من انواع البشره. بدايه كده مع البشره الجافه بتفرح بيه جدا وبيديها فرصه ان هي تبدا تترطب وتبدا تعيد بناء نفسها مره اخرى. اما بالنسبه للبشره الدهنيه عزيزي المشاهد فهو بيستخدم كبندقيه بتضرب جزيئات صغيره جدا بحجم النانو تقدر تفتت جزيئات الدهون اللي على البشره وتفتح المسام بتسمح للبشره ان هي تتخلص من كميات الدهون الداخليه عن طريق المسام اللي الجهاز ده بيبقى فتحها. اما بالنسبه للبشره العاديه فالنانو ستيمر ده بيبقى عباره عن بديل لعمليه التقشير اليومي اللي المطلوب انك انت تعملها للبشره العاديه علشان تزيل
طبقه من الخلايا الميته من على سطح البشره. قلنا بيستخدم كبندقيه تقدر تفتت الخلايا الميته اللي على سطح البشره وتعمل لها عمليه ازاله. اما بالنسبه للجلد الحساس عزيزي المشاهد، فالجزيئات اللي بحجم النانو دي بتبقى لطيفه جدا وما بتسببش اي التهابات ولا حساسيه للبشره الحساسه. اما بالنسبه للحاجه الخامسه وهي الفرق بين الجهازين دول، فالفرق كبير واضح جدا. الجهاز ده كبير جدا بحجم التلفزيون، اما الجهاز النانو ده فصغير جدا بحجم الموبايل او اصغر منه. الحاجه الثانيه انه الجهاز ده البخار اللي بيطلع منه بيبقى بخار سخن ملوش حل تاني، زي اللي بيطلع من الغلايه او الكاتل بتاع الشاي. اما النانو ستيمر ده فممكن تحط فيه ميه بارده تنفعنا في الصيف الحر البرد اللي احنا عايشين فيه ده، وممكن تحط فيه ميه سخنه على كيفك. طبعا حجم التانك مختلف جدا، هنا ممكن يبقى 30 مللي اقصى حاجه، ممكن يبقى 40 او 50، انما هنا التانك ممكن تحط 2 لتر. الحاجه اللي بعد كده انه ده كبير جدا مش هينفع تستخدمه غير في البيت او في السبا او الكوافير، انما ده صغير جدا ممكن تحطه في جيبك او ممكن تحطيه في الشنطه بتاعتك. ارجو تكون الحلقه عجبتكم واستفدتم منها، وتشتركوا في القناه من غير ما نسال اليكسا، لان هي كالعاده هتقول لي اي دون نوزات. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.